بسم الله الرحمن الرحيم. باستخدام برنامج أنيم ستوديو برو هنرسم وجه ونحركه. نبدأ أولا اختيار أداة الأشكال، نختار شكل دايرة، وبأداة التحديد نحدد الدايرة، ونختار الأرضية، لون الأرضية، نقول له أوكي. وعندي أداة إضافة نقاط، بضيف مجموعة نقاط إضافية على الدايرة، هتساعدني هذه النقاط في سهولة تشكيل الشكل أو الوجه اللي أنا هرسمه. بأداة تحرك النقاط بحرك النقاط اللي قدامي وأشكل بيها صورة الوجه. عندي أداة التحكم في حدة الزوايا، بقف على النقطة اللي في الزاوية وحرك الماوس ناحية اليمين بيخلي الزاوية مرنة، وناحية اليسار بيحول الزاوية إلى زاوية حادة. أقدر أظلل مجموعة نقاط زي الأذن مثلا، وبأداة إعادة قياس أو تحجيم الشكل بقدر أكبرها وأقدر أصغرها، وبأداة التحرك أقدر أحرك الشكل نفسه يمين وشمال بشكل مرن يساعدني في تشكيل الحركة فيما بعد. هرسم العين، بختار خلفية بيضة واختار شكل الدايرة وارسم شكل بيضاوي، ومن قائمة إديت بنسخها كوبي وافتح تاني وأقول له بيست، أصبح فيه شكلين، بحرك واحد منهم وظبط الاثنين بالشكل اللي يتناسب مع المكان الطبيعي للوجه. وبأداة القلم الحر أو التحديد الحر برسم الأنف زي ما احنا شايفين في مجموعة من النقاط، أقدر أحرك أي نقاط وأشكل الصورة أو الأنف بالمنظر اللي أنا عاوز أرسمه. نرسم الفم في 4 نقاط، نقطة بخلي الزاوية نقطتين الزوايا حادة، والنقطة اللي فوق لتحت بغير في حجم الزوايا بحيث تطلع في شكل مناسب. وبأداة التحكم في سمك الخط عند نقطتين دول ناحية اليمين السمك بيكبر زي ما احنا شايفين، طبعا بيكون في تدرج في السمك حسب النقاط اللي انا مختارها. بغير لون الخلفية وارسم النني وانسخ نسخة بنفس الطريقة اللي احنا رسمنا بيها بياض العين. هرسم بعد كده الشعر، بختار شكل الدايرة وهعمل لها الخلفية سودة، والفرشة هغير في شكل الفرشة اللي هي الحدود بتاعت الستروك او الحدود بتاعت الشكل. عندي مجموعة اشكال، بختار شكل يتناسب مع صورة الشعر واقول له اوكي. ولون الأرضية أسود، والسمك بتاع الخط بكبره عشان يبقى باين، وبرضو بالطريقة البسيطة بتاعتنا بختار برسم دايرة، دايرة فيها 4 نقاط زي ما احنا شايفين، بزود عدد النقاط، بحرك الشاشة الأول ناحية اليمين مساحة العمل عشان أشوفها كويس، وزود عدد من النقاط حسب ما أنا محتاج عشان أعيد تشكيل الرسمة ويطلع شكل الشعر. بنقطة التحريك بأداة تحريك النقاط بعدل في شكل الرسمة والصورة زي ما احنا شايفين، وطبعا بإمكانك أنا لو أنا عايز أزود مجموعة نقاط أخرى بزود، ويمكنني أن أنا أتحكم في الزوايا زي ما احنا عارفين اخليها حادة او اخليها مرنة حسب رغبتي. بعد ما اخلص الرسمة بظللها كلها، وبأداة التحرك بنقل الشعر واحطه في المكان المناسب له، وبإعادة التحجيم بظبطه على الصورة اللي موجودة قدامي. الفينيش طبعا بظبط شكل الصورة عامة. نبدأ بقى نحرك الكرتون على شريط الزمن. شريط الزمن بحدد نقطة اسمها كي فريم أو إطار، وبغير العين مثلا أو حجم الأذن أو أي شكل عايز أجريه على هذه الصورة عند النقطة اللي أنا وقفت عليها اللي هي رقم 12 عندي في الشريط.
انا كده بحدد الانف بالتحديد الحر واكبرها، نفس الكلام بحدد العين تحديد حر عشان يظلل او يحدد مجموعة النقاط فقط الخاصة بالعين. لسه في نقطة ما اتحددتش، بضغط على مفتاح شيفت وانقر عليها، كده انضمت للتظليل. بأداة التحجيم بقدر اعيد تحجيمها واقدر احركها، بغير وضعية الفم والأذن والشعر، كل اللي احنا بنعمله ده بيتخزن عند نقطة كي فريم محددة. نلاحظ الحركة بتتم، أول نقطتين في الكي فريم أقدر أنسخهم، كوبي وأقف مكان آخر وأقول له بيست عشان أقدر أستعيد الشكل كما كان الأول. هقف عند نقطة جديدة وحرك نني العين، ونقطة تانية حركها الناحية التانية، نقطة تالتة لفوق، نقطة تالتة، نقطة رابعة أقدر أغير في البياض بتاع العين وفي حجمه، أنزل الشعر، أكبر الوجه أو أصغره، كل النقاط بحركها بشكل مرن ويطلع معايا في النهاية بهذا الشكل.